الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المعلوم من الدين أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذا الكون إلا لمهمة العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وصار معلوما لدينا أن العبادة ليست محصورة في شيء محدد من الذي يفعله المسلم في يومه، بل إن وقته كله عبادة، فكل ما يمر به الإنسان في يومه هو جزء من أنواع العبادة. ولكننا كثيرا ما نتناسى أن الله سبحانه وتعالى طلب منا الإحسان في هذه العبادة، أو الإحسان في العمل عموما، أي بمعنى الإتقان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإحسان هو ليس فقط مقاما من مقامات الإسلام أو من مقامات الإيمان، أو هو أعلى درجات من درجات الإيمان والإسلام، بل هو منهج تعيش في حياتك كله. الإحسان في العبادات كلها، العبادات المحضة وعبادات المعاملات وعبادات الحياة المجتمعية. فأول شيء في العبادات المحضة، والتي نقصد بها الصلاة والصيام وقراءة القرآن، هذه عندما عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى استشعار المراقبة الدائمة لله سبحانه وتعالى لك، فتعلم أن الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظاتك هو مراقب لك، مدقق لك، عالم بما تقول وبما تفعل. فلا مجال لديك للرياء، ولا مجال لديك للسمعة، ولا مجال لديك حتى يقول الناس عنك وعنك. هذا في العبادة، وهو أعلى مراتب الإتقان والإحسان، ونعني بها العبادة المحضة. أما في العبادة التي هي عمل، وهي الكسب اليومي للإنسان الذي يأخذ منه قوته اليومي، إنما ذلك الإتقان فيه مطلوب في كل شيء. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لذلك كان الصالحون عليهم رضوان الله، إذا كان أحدهم يعمل عملا كان لا يضيع ساعة من ساعاته، خشية أن تكون في ذلك العمل تقليل من إتقانه ومن إحسانه، فيدخل فيه الحرمة. واعلم أن كل لحظة وكل دقيقة تقضيها وأنت في وظيفتك أو في عملك أو في مزرعتك أو في مصنعك هي لحظة عبادة تستشعر فيها مراقبة الله سبحانه وتعالى، لا مراقبة مديرك، لا مراقبة مسؤولك، لا مراقبة زملائك من حولك، حتى تجد الترقيات في الدنيا وتنال شيئا من الدنيا قليل، وإنما هي مكان لإظهار حقيقة إسلامك لله، حقيقة تسليمك لله، حقيقة إحسانك لله، أن تعبد الله كأنك تراه في مزرعتك، في مصنعك، في مسجدك، في كل مكان. وقصة إبراهيم بن أدهم المشهورة، عندما سحب على الأرض وجر وأحضر إلى رجل خباز فسأل إبراهيم بن أدهم ذلك الخباز السلام عليكم، فلم يجبه، حتى إذا انتهى وقت العمل جاءه ذلك الرجل وسلم عليه وقال له: والله إنني ما كنت أريد السلام عليك، لأنني لا أريد أن أضيع دقيقة من ساعات العمل وأنا أجير فآكل حرامة، وإني كلما أدخلت خبزا ذكرت الله سبحانه وتعالى، وما دعوت الله بدعوة إلا استجابها لي إلا دعوة واحدة. فسأله إبراهيم:
ما هي تلك الدعوة؟ قال: سألت الله أن يجمعني بإبراهيم بن أدهم وهو رجل من أزهد أهل الأرض، فما اجتمعت به حتى الآن. فضحك إبراهيم وقال: أنا الذي دعوت الله أن يجمعك بي، ما أراد الله إلا أن يحضرني إليك مجرونا على الأرض في وضع فيه رفعة لك. فسلم عليه ذلك الرجل وبكى ودعا الله فإذا به ميت. كان مجاب الدعوة لإتقانه في عمله. فهلا جعلنا ذلك شعارنا وديدننا من اليوم؟ أتقن في عملك حتى تنال رضوان الله وتكون من أهل الإحسان الذين قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حشرنا الله وإياكم معه في أعلى عليين، وصلى الله على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين.